لاجل الدخل عشان ما تبقيش لوحدك. هي دي اول مره الافراح يا ما بتلم. بعد ايه يا شيخ حسين؟ الجواز باطل يا عتيق. مستقبل ماتي وما ماتت هنادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة هنعمل حلقة جديدة عن نعيمة عاكف. نعيمة عاكف هي ممثلة مصرية اتولدت في 7 اكتوبر سنة 1929 وتوفت في 23 ابريل سنة 1966. اسفة لاني تعبانة شوية. قدمت من الفن والرقص والغنى والمونولوج والتمثيل حاجات كتير قوي 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 قوي، واسعدت الملايين بفنها، وكان حظها قليل يا كبدي. اتجوزت مرتين وانجبت ولد واحد بس، وهاجمها وحش المرض اللي انهى حياتها، رغم انها كانت بتحب الحياة جدا وكانت بتحب السيرك والفن. اتولدت في طنطا وكان والدها له سيرك وبيقدم عروضه في الاحتفال بمولد السيد البدوي. كبرت نعيمة عاكف بين الوحوش والحيوانات والألعاب البهلوانية زي أبوها وأمها وبقية أسرتها بالظبط. ولما كان عندها 4 سنين حب والدها أن هو يعلمها الفن بتاع الأكروبات والشغل بتاعهم، لكن هي ما كانش عندها أي استعداد، فبدل ما يعلمها علم اختها اللي اكبر منها حركات جديدة، وده كان قدامها طبعا عشان يشجعها وفي نفس الوقت يعايرها انها ضعيفة ومش قادرة تعمل الحركات اللي اختها بتعملها. فطبعا الغيرة اشتغلت بقى وتعلمت مبادئ الاكروبات في ايام قليلة قوي، وبعد اسابيع تفوقت على اختها وبقت هي نجمة الفرقة الاولى، مع انها ما كانتش لسه كملت 4 سنين. وكانت في السن ده وبتتشقلب وبتغني واستحوذت على اعجاب جمهور الفلاحين بتاعت البلاد دي كلها اللي كانوا بيتفرجوا عليها، وده شجعها لما بقى عندها 6 سنين انها تطلب من ابوها يخصص لها مرتب، والا هتدور على شغل بمرتب في سيرك تاني. لا مسيطرة نعيمة. وكان رد الوالد على سخنة، وتاني يوم لمت هدومها ومشيت في الشارع، ولما قابلها بعض زباين السيرك عرفوا ان هي هربانه من اهلها وراحوا شايلينها على كتفهم ورجعوها تاني. ما كانت صغيره 6 سنين يعني. وبعد كده باباها قرر يعمل لها مرتب قرشين في اليوم لو السيرك شغال وقرش واحد لو السيرك اجازه، وكانت بتجيلها هدايا كتير من المعجبين ومن والدتها كمان، وكانت الهدايا دي عباره عن عرايس صغيره، ما كان عندها 6 سنين وقتها، عشان كده حبت العرايس قوي وكانت كل ما تجمع مبلغ تشتري بيه عروسة. وسمعت نعيمة من الناس وقتها ان احسن رقاصة في مصر كلها هي سنية شيكابوم، فسمت عروستها شيكابوم، وكانت كل ما تنفرد بعروستها دي تقلد رقصتها، وعشان كده اتعلمت الرقص. ومرت الايام ونعيمة بتتنقل من مع السيرك ده من بلد لبلد، وفي يوم البوليس قبض على أفراد أسرتها كلهم لأن الأب كان مقامر وخسر كل فلوسه، وكمان راهن السيرك بما فيه المعدات والأدوات. ولما كان عندها 10 سنين والدها كمان كان متجوز من 6 تانية، فاضطرت الوالدة إن هي تسيب السيرك وتاخد ولادها عشان تستقر في شقة متواضعة في شارع محمد علي. واستقبلت القاهرة الأم وبناتها الأربعة، وكانوا بيشتغلوا في الشوارع وبيعملوا عروض أركوبات عشان يكسبوا فلوس يعيشوا بيها، لكن نعيمة كانت المنقذ اللي بعد شبح الجوع عن الأسرة طبعا لأنها كانت لهلوبة. علي الكسار بقى سمع عن بهلوانات الشوارع اللي هم نعيمة واخواتها، فاتفق مع نعيمة ان هو هيديها 12 جنيه في الشهر علشان تشتغل معاه في مسرح الكسار. فبهرت الانظار، وده طبعا خلى بديعة مصابني تعرض عليهم الشغل في فرقتها، وده مقابل 15 جنيه، طبعا بتزايد على الكستار. وكان من ضمن فرقة بديعة مصابني فتاة تدعى تيش، ودي كانت بترقص كلاكت كلاكت اللي هو ايه، بيلبسوا شوز وبيخبطوا بيه في الارض.
فقررت نعيمة ان هي تتعلم رقص الكلاكيت، فراحت تتعلم عند مدرب رقص، لكن طلب فلوس كتير في الحصة الواحدة، لكن طبعا ما كانش معاها فلوس، فقررت انها تعلم نفسها بنفسها. وفي يوم انتهزت فرصة غياب تيش ودخلت اوضتها وسرقت الحذاء اللي هو تيش بترقص بيه، واستغربت من قطع الحديد اللي موجودة في الحذاء ده. بعد ساعتين بقى من التدريب اتعلمت شوية واخدت الحذاء وراحت لعامل احذية علشان يعمل لها واحد زيه بالظبط. وبعد اسبوع استلمت الحذاء، وكمان طلبت من بديعة مصابني ان هي تجربها في فقرة الكلاكيت، والجمهور سقف لها بحرارة. بعد كده انتقلت نايمة عاكف لمالها الكيت كات اللي كان معظم رواده من مخرجين السينما، فاخدها المخرج احمد كامل مرسي وقدمها كراقصة في فيلم ست البيت، وبعد كده اختارها المخرج حسين فوزي علشان تشارك في بطولة فيلمه العيش والملح. بعدين بقى مضى معاها عقد احتكار والافلام تكون لحساب شركة الانتاج نحس فيلم، وعملت اول بطولة سينمائية ليها في فيلم لهاليبو. لهاليبو يا ولا اجت لك يا ولا. ورغم فرق السن الكبير اللي كان بينها وبين المخرج حسين فوزي، الا انه اتجوزها سنة 1953 ونقلها من شارع محمد علي لفيلا في مصر الجديدة، وامتلكت سيارة وبقى ليها رصيد في البنك، وخدت دروس في العربي والانجليزي والفرنساوي، وبقت بتتكلم 3 لغات. سنة 1956 اختارها زكي طليمات علشان تبقى معاه في فرقة الفنون الشعبية في أوبريت يا ليلي يا عين من تأليف يحيى حقي. وسنة 1956 سافرت مع البعثة المصرية للصين عشان تقدم الأوبريت، وسنة 1957 سافرت موسكو لعرض 3 لوحات استعراضية. الأولى كانت مذبحة القلعة، والتانية رقصة الأندلسية، والتالتة كانت حياة الفجر. وتوالت أفلامها ولمع نجمها في السينما من خلال أفلام بلدي وخفة، بابا عريس، فتاة السيرك، جنة ونار، تمر حنة، الوردة أحلى ولا الفل؟ التمر حنة. إيه حلاوة الحب؟ بعد 10 سنين زواج انفصلت هي والمخرج حسين فوزي في هدوء، بعد ما أخرج لها 15 فيلم وكان آخرها فيلم أحبك يا حسن. بعد كده اتجوزت المخرج صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد صلاح الدين عبد العليم، وأخدت لقب أحسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو سنة 1958 ضمن 50 دولة شاركت في المهرجان ده. شعرت نعيم عاكف بألم أثناء عملها في فيلم بيعت الجرايد سنة 1963، أخبار أهرام جمهورية، فاكرين طبعا الفيلم ده. ولما عملت فحوصات اكتشفت ان هي مصابة بالسرطان، وعاشت 3 سنين في صراع طويل مع المرض. وبعد كده أصيبت بنزيف في المعدة واتنقلت للمستشفى، وفضلت في المستشفى أكتر من شهر، ولما تحسنت حالتها رجعت بيتها تاني، لكن المرض رجع لها تاني، فسافرت للخارج وتعالجت على نفقة الدولة، لكن طبعا صحتها ما استحملتش وماتت وهي على ذمة جوزها التاني، وما كانتش تجاوزت 37 سنة من عمرها، صغيرة يا كبدي زي ما قلت لكم. ويوم 23 ابريل سنة 1966 توفت الممثلة والاستعراضية نعيمة عاكف، رحم الله الفنانة وتجاوز عن سيئاتها واسكنها فسيح جناته. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، صلوا على النبي في الكومنتات وادعوا لبعض دعوة حلوة، افتكروني بدعواتكم، بحبكم قوي 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 قوي، باي باي.